لان المنطقه نتاعنا من عندها مده عقدين تقريبا تعاني من نفس المشاكل، المشكل تاع الماء، المشكل تاع الغاز، المشكل تاع التهميش. المياه يطلقونا مياه 15 يوم 20 يوم، وحتى الماء هذا كيجي يجي معمر بالصدير تويو تاع حديد. تروح للدائره يوعدوك يقولوا لك غدوان يجي وما يجيوش، تروح للبلديه يقولوا لك غدوان يجي وما يجيوش. نبعثوا لهم الماء في الدائره يلغيوا لنا كل